السلام عليكم ورحمة الله. نحن في قبيلة ترعات العبادلة جماعة سيدي اسماعيل إقليم الجديدة، نتكلم ونحن شعارنا الله الوطن الملك. هذا السيد الأخ ديالي يلا شرى هذه البقعة هنا، وأنا البقعة ديالي قادي من كاينة هنا، وجا دار الحجرة هنا وبغى يدخلها الطريق، بغى يدخلها هنايا، يعني بغى يعني الحجرة ها هي فين دارها، في وسط الطرق، فهمتي؟ وبغى يسد هذا الطريق عليا انا لما كان هود من هنا لداري، وهو يلاه بنا هنا لتحت، وكاين ولد خويا هنا، كاين احنا ثلاثه ساكنه، والدار ديالي هي ديال الاجداد ديالي، واللي وارث انا من الوالدين، وجا ما علمني ما والو، ما دام اللي بغى يحفظ ويدير الحجر ما شاورني ما والو، ودار لي الحجر في السطاره ديالي هنايا ورا الحطه ديالي من هنايا، وغبر داك الشيء، دور في وسط الطرق وغبر داك الشيء باش انا ما نسيقش اخبار. ولكن لما سقت الاخبار جينا تكلمنا معاه ما بغى يدير معنا والو. هذا الاخ ديالي وحاج وحامل كتاب الله وكبر مني زعما، وكنحترموه وكل شيء، وما كاينش قناعه. وشوف يا اخي الكريم، راه تشتي الحجره فين دايرها؟ في دايرها في وسط الهين، في وسط البلاد ديالنا، ورا الحجره الاخرى فين دايرها؟ الهين. وعاد اللي بغيت يعني تقدر تمشي معايا الهين تشوف الحجر فين دافنه، في وسط الستاره ديالي، وقال لي بالستاره ديالي، وانا الشهود كاينين اللي باني الستاره، وانا قلت لي اديها اليمين وخذها، ما كاين حتى شي مشكل. هادشي اللي كاين اخويا. الاخ ديالي كنقول ليه اتقي الله، راه انت حامل كتاب الله، وراه انت اكبر مني وعندك 75 ولا 80 عام، اتقى الله، راه انت حاج كتعرف بينك وبين الله. واش هاد الطريق هي؟ هاد السيد حاضر اللي عبر البلاد، ها هو معانا عبد الرحيم بوعسريه، ها هو معانا، هو اللي عبر الطريق مول الارض، قال لي خلي الطريق ما نعبرهاش عليا، والان دابا بغى حجرها داخل الطريق. وملي تكلموا مع الاخوان وكذا قالوا جي عندنا نتحاوروا داكش، قال لهم سيروا على التومه، سيروا على التومه، بغينا باش نحولوا الحجر، باش حنا ما يمكنش لينا الحجر حاطوا المهندس، كنحترموا القانون، ما لقيتش نقرب شي حجره. المهم انا راني معرض دابا، غنتعرض، يعطيني الله سبحانه وتعالى الحق ديالي من هذا السيد. وهذا السيد ما كيخافش الله، كل كان يخاف الله يغوت عليا، يقول لي يناديني يقول لي تعالى ونتفاهموا بالتي هي احسن. هذا الشيء اللي كاين اخويا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.